للمزيد من التطورات والتداعيات في آخر التطورات الأوضاع في غزة، نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب من إسطنبول الباحث في الشأن الفلسطيني الدكتور هاني الدالي، وكذلك بضيفنا عبر سكايب من نابلس عضو المجلس الوطني الفلسطيني محمود الصيفي. مرحبا بكما. أبدأ منك أستاذ هاني، إذا بعد 250 يوما من العدوان الصهيوني على غزة، لا تزال هذه الغارات الصهيونية والعدوان الصهيوني يستمر ضد المدنيين، ويرتكب الاحتلال مزيدا من الجرائم، حتى في الساعات الأخيرة مثلا 3 جرائم راح بسببها نحو 40 قتيلا و120 مصابا. كيف تفسرون، ما تفسيركم لهذه استمرار هذه الجرائم والمجازر بهذه الوتيرة على الرغم من تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار إيقاف إطلاق النار؟ بداية تحية لكم ولضيفكم الكريم وللمشاهدين الكرام. طبعا واضح أنه الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالقرارات الدولية سابقا، ولم يلتزم أيضا في هذه المعركة وهذا العدوان على شعبنا الفلسطيني بأي من القرارات، وخاصة قرار محكمة العدل الدولية بوقف العدوان على مدينة رفح، وكان هناك قرار واضح للاحتلال الإسرائيلي. واليوم أيضا الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بقرار مجلس الأمن، وليس المرة الأولى التي لم يلتزم بها بقرارات مجلس الأمن. هناك كان قرارات لصالح شعبنا الفلسطيني لم يلتزم بها الاحتلال الإسرائيلي، لأنه يعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي السند الأساسي للاحتلال الإسرائيلي والحلفاء الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك إما تخاذل وإما يعني غض الطرف من معظم الدول العربية. اليوم نتفاجأ أن إعلان أيضا، وهذا يأتي في هذا السياق، يعني سياق التآمر على شعبنا الفلسطيني ولا يوجد له أي تفسير. اليوم قبل قليل يتم الإعلان عن اجتماع قيادة الاحتلال، قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي مع 4 قادة جيوش عربية، وأعلن عن هذه الدول في ظل استمرار العدوان على شعبنا الفلسطيني. أنا بتقديري طالما أن هناك دعم وضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الإسرائيلي، فهو سيستمر بالتأكيد بحرب الإبادة والعدوان على شعبنا الفلسطيني، ولا يوجد أي رادع للاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة. حتى العربية والإسلامية التي تمتلك ما يؤهلها لإما تهديد الاحتلال أو التلويح بالإمكانات وبالخيارات التي تمتلكها الدول العربية. نحن نتحدث عن التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى المليارات، نحن نتحدث عن البترول، نتحدث عن الغاز، نتحدث عن جانب اقتصادي، نتحدث عن جوانب عسكرية والتلويح بها. حتى هذه اللحظة لم يتم إسناد شعبنا الفلسطيني من عمقه العربي والإسلامي بشكل حقيقي وبشكل مؤثر وبشكل يعني يخضع الاحتلال الإسرائيلي ويضغط على وضع الولايات المتحدة الأمريكية لوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، برغم المجازر الكبيرة وانتهاك القانون الدولي وانتهاك كل الأعراف والقوانين الأرضية والسماوية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر أن هذه المنظومة الدولية وجدت لحماية القوي ولحماية الاحتلال الإسرائيلي وليس لمحاسبته ولوقفه على حده. نعم. إذن أستاذ محمود الصيفي، أيضا بعد الترحيب مجددا بك، ليس بعيدا عن غزة في الضفة الغربية أيضا تعاني كابوس الاقتحامات المتواصل، ويخلف ذلك أيضا مزيدا من القتلى والمصابين والمعتقلين. يعني في الساعات الماضية سقط 12 مدنيا بحسب وزارة الصحة. ما الرسالة برأيكم التي يريد نتنياهو إرسالها ولمن يواجهها بسبب هذه الاقتحامات في الضفة الغربية؟ يعني الهجمات، حقيقة الهجمات الجيش الصهيوني في مناطق الضفة الغربية يعني لم تتوقف حتى قبل 7 أكتوبر، ولكن زادت، حقيقة زادت وتيرتها بعد 7 أكتوبر، وكأن هناك رسالة يوجهها الجيش الصهيوني من خلال الحكومة المتطرفة الصهيونية. يعني رسالتهم أن ما يحصل في قطاع غزة ممكن أن يحصل أيضا في الضفة الغربية، ويعني سمعنا يعني الإرهابي سيموتريتش منذ أيام وهو يهدد المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية بأنه
سيحولها كمخيمات قطاع غزة. يعني هذا التهديد الواضح من قادة الكيان الصهيوني في تهديدهم للمدنيين الفلسطينيين. يعني شاهدنا في الأيام الأخيرة الاقتحامات والقتل واستخدام المسيرات حقيقة لضرب لتدمير المنازل في المخيمات. يعني شاهدنا في مخيم جنين، وشاهدنا منذ أيام في مخيم الفارعة في منطقة طوباس، وأيضا منذ أيام في كفردان في جنين. يعني جرائم، وأمس كانت في جريمة يعني مجزرة في كفر نعمة يعني غرب مدينة رام الله. هذه الأعمال الانتقامية والإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال يريد أن يقول لأهل الضفة الغربية أن عليكم أن تلتزموا منازلكم وتبقوا في منازلكم بعيدا عن أنظاركم نحو قطاع غزة. ولكن أبناء الضفة الغربية هم يعني إخوانهم وأهلهم في قطاع غزة لا يكفوا مكتوفي الأيدي. ونشاهد أن وتيرة المقاومة، سواء المقاومة بكل أشكالها في الضفة الغربية، ازدادت في منطقة جنين وطول كرم ونابلس ورام الله وأريحة، وتقريبا يعني معظم مدن الضفة الغربية الآن مشتعلة. هذا يدعوني أن أسأل، عفوا سأعود إليك أستاذ محمود، أن أسأل أستاذ هاني أيضا عن استمرار بالمقاومة حتى الآن بهذه الوتيرة. يعني مثلا في الساعات الماضية أيضا كتاب القسام أغارت على قوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون. إلى ما ترجع أستاذ هاني هذا التماسك لقوى المقاومة المختلفة مع دخول العدوان على غزة شهره التاسع وسط كل هذا الحصار؟ هنا الإشارة إلى نقطة مهمة بالنسبة للضفة الغربية، وهي دور السلطة الفلسطينية في حماية شعبنا الفلسطيني، وكذلك في تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني وتوفير كل ما أمكن لتعزيز صموده. وأيضا مهم جدا في هذه اللحظات التي يتم فيها الاعتداء من المستوطنين من الاحتلال على أهلنا وشعبنا في الضفة وكذلك على القدس ومدينة القدس، أن يكون هناك إعلان حقيقي وواضح لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي. ونحن نحوج وشعبنا نحوج ما يمكن إلى هذه القرارات التي من شأنها أن تعزز صمود شعبنا وأن تزيد إثخان المقاومة وأن تزيد أيضا يعني التأثير على الاحتلال الإسرائيلي ووقف عند حده. وهذه نقطة مهمة. أما بالنسبة لقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية بعد هذه المعركة الطويلة وبعد هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني، أنا أستطيع أن أقول لك من خلال سلوك المقاومة الفلسطينية ومن خلال عملياتها النوعية أن الاحتلال الإسرائيلي فشل كبير وكبير جدا في القضاء على الهيكل التنظيمي، على القيادة السياسية للمقاومة والقيادة العسكرية وكذلك القيادة الميدانية، وهذا واضح من عملياتها النوعية. وقبل اليوم يتحدث الاحتلال الإسرائيلي عن تطور نوعي في سلاح الهندسة القسام، وخاصة بآخر كمينين، الكمين الذي تم تنفيذه في شمال قطاع غزة وتحديدا بيت حانون، والكمين الذي كان قبل أيام في حي الشابورة الذي راح ضحيته، وتمكن كذلك القسام من تفجير مبنى من 5 طوابق في رفح وقتل معظم قوة جبعاتي التي هي تعتبر عصب الفرقة 162. اليوم الاحتلال يتحدث بشكل واضح أن قدرات كتائب القسام تتطور بشكل كبير جدا، واستطاعت أن تتفادى كل التكنولوجيا والأجهزة وكذلك الروبوتات التي تم إدخالها لمحاولة تدمير العبوات وفحصها واستكشاف أماكنها. وهذا يؤكد نعم أن المقاومة الفلسطينية تتطور يوما بعد يوم، وتجاوزنا موضوع إضعاف المقاومة الفلسطينية، بل هي تطور أساليبها القتالية في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي. ولعلنا قبل قليل أيضا للمركز الفلسطيني في الضفة الغربية استطلاع رأي يعلن عنه قبل قليل أيضا عن 67% من أبناء شعبنا الفلسطيني يرون أن قرار 7 أكتوبر هو قرار صائب، و67% أيضا يرون أن الانتصار في هذه المعركة سيكون بالتأكيد ويعني حتميا للمقاومة الفلسطينية بعد هذا الصمود الأسطوري الكبير للمقاومة. نعم أستاذ هاني،
اخيرا اذا سمحت لي، انه تفضل. هذا الصمود المقاومه لم يكن ليكون لولا ايضا صمود الاسطوري ولشعبنا الفلسطيني الذي دعم واحتضن المقاومه الفلسطينيه وحافظ على هذا الانجاز الكبير في افشال كل مخططات الاحتلال الاسرائيلي في تهجير شعبنا والقضاء على المقاومه الفلسطينيه وتنفيذ اي مخططات سواء كان من خلال العشائر او من خلال بعض الجهات الفلسطينيه داخل قطاع. الجميع كان يلتف حول المقاومه، الجميع كان في مكان مقاومه، اما مقاومه شعبيه، مقاومه اهليه، اما مقاومه عسكريه في مواجهه الاحتلال الاسرائيلي. من هنا استاذ محمود، الى اي مدى تؤثر هذه الخسائر على ايدي المقاومه الفلسطينيه؟ يعني تؤثر في الشارع، شارع الكيان المحتل، سواء كان مؤيد للحكومة أو معارض لحكومة نتنياهو، وبالتالي كيف ستؤثر في القيادة السياسية للاحتلال؟ يعني كل من يتابع حقيقة، يتابع الوضع الصهيوني داخل المجتمع الصهيوني وأيضا داخل مؤسسة الجيش الصهيوني أيضا، يعني تشاهد يعني كثير من الأنباء تتحدث عن كثير من الجنود يتمردون ويرفضون الذهاب إلى قطاع غزة، وهناك يعني حالات انتحار حقيقة منذ أيام داخل الألويات وكتائب الجيش الصهيوني. وأيضا بالمقابل المجتمع الصهيوني خاصة موضوع أهالي الأسرى في قطاع غزة، هناك ضغوطات يعني واضحة في الشارع الصهيوني، أنهم يطالبون حقيقة يعني يطالبون وزير الدفاع ويطالبون رئيس الحكومة ومؤسسة الجيش الصهيوني بالموافقة على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير ومن أجل التبادل الأسرى وإطلاق أبنائهم من الأسر في قطاع غزة. أيضا ما حدث في مؤسسة الجيش وخاصة ما يسمى مجلس الحرب الصهيوني الذي تصدع نتيجة استقالة بني جانتس يعني وزير دفاع سابق وهو مرشح أيضا لترأس الحكومة ومن خلال تأييد الولايات المتحدة والغرب أيضا وكأنه مرشحهم القادم. هذا يعني بني جاتس وزير دفاع وهو أكثر خبير في الجيش الصهيوني استقال، وجادي أيزنكوت أيضا رئيس أركان سابق وكثير من قادة جيش الاحتلال. يعني هذا المشهد في الحكومة الصهيونية وجيش الاحتلال، يعني تشاهد أن هناك واضح أن هناك تخبط سياسي وتخبط أيضا تخبط حكومي عسكري وأمني. يعني ما يواجه جيش الاحتلال في قطاع غزة يواجه المقاومة الفلسطينية وهي تسخن الجراح حقيقة. يعني آخر يعني تصريح لناطق باسم جيش الاحتلال 33 جندي بين قتيل وجريح، وهذا يعني هذا رقم يعتبر كبير بالنسبة لخسائر جيش الاحتلال، وهذه خسائر متتالية ومتوالية لهذا الجيش. وبالتالي حكومة نتنياهو وتعنتها الآن في عدم الرد الصريح على قرار مجلس الأمن الدولي بالموافقة أو عدم الموافقة، لأن هناك الحكومة وكأنها توجه كل سهامها للتغطية والهروب أيضا، والهروب من الوضع السياسي المتدحرج والمتهاوي والعسكري، الهروب من خلال قصف المدن الفلسطينية في قطاع غزة. يعني نشاهد أن هناك يعني قصف يعني شديد حقيقة بعد صدور مجلس الأمن الدولي قبل 3 أيام. وبالتالي الحكومة حكومة الاحتلال يعني تضرب بعرض الحائط كل ما يقال، كل ما يطلب منها من وقف العدوان، وقف الحرب، وقف المجازر، وقف ضرب المدنيين، إدخال المساعدات. يعني خلال أسبوع لم تدخل سوى 224 شاحنة، في حين كانت تدخل يوميا 500 شاحنة على قطاع غزة. يعني قطاع غزة الآن يتعرض إلى مجاعة، يتعرض إلى هناك وفيات من الأطفال من سوء التغذية، هناك يعني تقرير للمؤسسة الصحية الدولية 32 طفل توفوا نتيجة سوء التغذية. يعني كل هذه نتيجة تخبط هذه الحكومة الصهيونية بتوجيه سهامها نحو
النساء والأطفال في قطاع غزة. إذن من نابلس عضو المجلس الوطني الفلسطيني محمود الصيفي، شكرا جزيلا لك. كذلك أشكر عبر سكايب من اسطنبول باحث في الشأن الفلسطيني الدكتور هاني الدالي.